بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عادل نسيم. راح نبلش ان شاء الله بدورة جديدة بعنوان Standard Template Libraries. بعد ما اخذنا الاساسيات للغة وتعاملنا بشكل بسيط مع الكلاسز، اجى الوقت لنتعرف كيف نخزن البيانات ونختار الداتا ستراكشر الصحيحة في حل المشاكل. اجى الوقت لنتعامل مع الستاندرد تمبلت لايبراري. اكيد وانت ماشي بحياتك البرمجية راح تمر عليك مجموعة كبيرة من المشاكل، وهي المشاكل ما بنفع تحلها بنفس الشكل. احنا تعاملنا مع مشاكل قبل هيك وحليناها بناء على الطرق العادية اللي تعلمناها. على سبيل المثال الاراي حلت عندي مجموعة من المشاكل، لكن هل يا ترى الاراي تنفع تحل عندي جميع المشاكل؟ أكيد لا. ومن هون أجت فكرة الاستيال، والاستيال اختصار لستاندرد تمبلت لايبراري. شو هي الستاندرد تمبلت لايبراري؟ باختصار بحكي لك هي عبارة عن مكتبات، عبارة عن لايبراري. هاي اللايبراري داخلها يكون في عندي ثلاث شغلات، شغلة بنسميها الكونتينر، شغلة بنسميها الاتيريتور، وشغلة بنسميها الالجوريثم. نيجي ناخذ عنهم فكرة بشكل عام. الكونتينر هو عبارة عن داتا ستراكشر جاهزة مجهزة، ما في داعي اني اعملها امبلمنتيشن. كل ما علي اني استدعيها او اعرف منها اوبجكت واستفيد من الفانكشن اللي داخلها. زي شو في مثال وانت بمرحلة التأسيس اتعاملت مع الكونتينر؟ زي ايش؟ زي الاراي. الاراي هو عبارة عن كونتينر، ورح نتعامل بشغلات شبه الاراي تندرج تحت قسم الكونتينر، وطبعا الها صفات ومميزات تتميز عن الاراي وبتخليني اميل اني استخدمها. طيب ممتاز. للناس اللي اخذت كورس الداتا ستراكشر، لما كنت انت بدك تبني اي داتا ستراكشر خاصة فيك، سواء ستاك، كيو، ليست، كنت تبنيها من الصفر، مع العلم انه هاي الداتا ستراكشر موجودة باللغة. ما عليك الا انك تستدعي المكتب الخاصة فيها وتعرف اوبجكت منها وتستفيد من كل الفانكشن اللي داخلها من دون ما تكتب سطر implementation. لكن من الممكن انه كانت تواجهك مشكلة بسيطة، انه انت بس كنت تبني كلاس خاص بالستاك على سبيل المثال، كنت تهيئ هذا الكلاس على اساس انه يستقبل قيمة انتجر. اذا بدك تبني كلاس خاص بالستاك يستقبل دبل، كنت تبني كلاس اخر خاص بالستاك على اساس يستقبل دبل. واكيد في ناس اذكى من هيك كانت تروح تعرف تمبلت على اساس تهيئ انه هذا الكلاس يستقبل جميع الداتا. ونفس الاشي راح تشوف بالستاندرد تمبلت لايبراريز، راح يكون كل شيء معمول على نظام التمبلت. يعني انا اذا بدي اعرف اوبجكت من الكلاس ستاك راح اقدر استفيد منه بحالة الانتجر، دبل، سترينج، اي حالة واي نوع راح ياخذه هذا الستاك. فمن هون انا جبت اسم التمبلت. واكيد للناس اللي شافت درس التمبلت في دورة الاو او بي عارفة عن شو انا بتكلم. الخلاصة انه هاي الكونتينر انت اللي بتقدر تتحكم في الداتا تايب الخاص فيها. ممكن تعمل ديكلاريشن لكونتينر معين، انت تحدد الداتا تايب الخاص بهذا الكونتينر، ومن دون الحاجة لعمل كلاس وتغير الداتا تايب الخاصة بالعناصر الممبر هذا الكلاس وما الى ذلك. طيب ممتاز، نوعا ما عرفنا شو معنى كونتينر بشكل بسيط وراح نوضحه لقدام في الدروس. خلينا نشوف شو معنى الالجوريثم. اكيد وانت ماشي شوي شوي باللغة الا ما تعاملت مع الالجوريثم، زي مثلا فانكشن السورت اللي بيعمل لك ترتيب للعناصر، مثلا فانكشن المينيمم او الماكسيمم اللي بيجيب لك اصغر اليمنت او اكبر اليمنت. على سبيل المثال فانكشن السواب الجاهز، هدول الفانكشن بنسميهم الجوريثم، واي فانكشن بيقوم بعمليه حسابيه بنسميه برضه نفس الشيء الجوريثم. هاي الالجوريثم شيء طبيعي انا بدي اطبقها على الكونتينر. انت بدك تبني كونتينر سواء كان اراي او احد الانواع الكونتينر اللي راح ناخذها. اكيد ممكن انت بحاجه انك ترتب العناصر، تبدل بين العناصر، تطلع المينيمم، تطلع الماكسيمم. فهاي الشغلات كلها راح تكون مدروجه تحت الالجوريثم، فانت بحاجه لتتعامل مع الالجوريثم وتربطها بالكونتينر. والإشي اللي بيسهل لك عملية الربط وبخليك قادر انك تربط الكونتينر بالالجوريثم شغلة بسموها الاتيريتور. الاتيريتور هو وسيط بين الكونتينر والالجوريثم. واذا سألت شو هو الاتيريتور بالضبط، اقرب إشي ان نشبه لك الاتيريتور انه عبارة عن بوينتر. هذا البوينتر راح يتيح لي التنقل بين عناصر الكونتينر بكل سهولة واريحية، وراح نشوف الاتيريتور وراح نتعامل معه بالتفصيل لقدام. لاحظ المصطلحات مبدئيا بتحسها غريبة عليك، لكن لقدام ان شاء الله بالدروس راح ترسخ ببالك بنسبة 1000000%. اللي بهمني حاليا انك بس تاخذ نظرة عامة عن الموضوع.
خلينا نشوف شو أنواع الكونتينر اللي رح نغطيها في هاي الدورة. للكونتينر أكثر من نوع، وهاي الأنواع منها السيمبل، منها السيكونس، منها الأسوسياتيف، ومنها الأنوردرد، ومنها الأدابتر. ذكرنا إن تعاملنا مع كونتينر قبل هيك، واللي هو الأراي. الأراي بيندرج تحت السيكونس كونتينر. ليش تحت السيكونس كونتينر؟ لأنه الإليمنت كانت عبارة عن سيكونس كلهم صفطات جنب بعض لينير، لكن بعض الكونتينر منهم من بتبع طريقة التري، منهم من بتبع طريقة الهاش تيبل، ومنهم بتبع كونتينر آخر في بنائه. بالنسبة للسيمبل كونتينر راح نحكي عن كونتينر بسموه بير، وبالنسبة للسيكونس كونتينر تحدثنا سابقا عن الأري، راح نتحدث عن الفيكتور، عن الديكيو، عن الليست، وعن الفورورد ليست. وبالنسبة للأسوسياتيف كونتينر راح نتكلم عن الماب كونتينر، مالتي ماب، وراح نتكلم عن السيت والمالتي سيت. وبالنسبة للأن أوردرد أسوسياتيف كونتينر راح نتكلم عن الأن أوردرد سيت مالتي سيت، والأن أوردرد ماب مالتي ماب. وراح نختم بالكونتينر أدابتر ستاك كيو بريوريتي كيو. كل واحد منهم له مميزاته الخاصة اللي بتخليني أفضله عن الآخر. لاحظ أي بروبلم بتمر عليك إلها كونتينر خاص ليحلها. بعض البروبلم بالأري أنا بقدر أحلها، لكن بعض البروبلم تحتاج مني لكونتينر معينة لتحلها. إن شاء الله الهدف من هاي الدورة إنك تطلع عارف كيف تتعامل مع المشاكل باستخدام الكونتينر الصحيح لحل المشكلة. والإشي اللي أحلى من هيك إنه جماليات اللغة راح تشوفها بالستاندر تيمبلت لايبراري. خلينا نبلش نفهم كونتينر كونتينر ونشوف الدنيا كيف ماشية. بترككم مع أول فيديو بالSTL، وإن شاء الله بنستفيد مع بعض من هاي الدورة. الله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم.